استكشف صور حماه مهند الحمدي اللبنانية، شاهدوا ماذا أهدته وجولة في منزله الجديد. بعدما كشف مهند الحمدي عن خطبته من الموديل اللبنانية فرح مراد، فاجأ مهند الجمهور بشراء منزل جديد، كما تلقى هدية من حماته وهي عبارة عن مصحف مزخرف معلقا على الهدية: الغالية أم المدام. ونشر مهند فيديو له على سناب شات وهو يقوم بجولة في منزله الجديد، شاكرا ربه على هذه النعمة، وعلق على الفيديو قائلا: اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد دائما وأبدا. أزهل نفسي من زمان واشتغل عليها، ولله الحمد والفضل تمت من بعد دعم ودعوات الوالدة الله يحفظها والوالد الله يرحمه ورضاهم عني. حاب أقول لكم يا جماعة الخير، اللهم لك الحمد، اللهم ارزقني من أوسع أبوابك. اشترينا البيت ولله الحمد، خلينا نشوف مع بعض. بايساب هاو ار يو؟ بسم الله، خل نبدأ حبة حبة. أول شيء تدخل البيت، غرفة على يمينك، هذه زايدة غرفة ضيوف، تبي تسويها مكتب، بعدين بتشوف ايش بسوي فيها. يسار مطبخ حلو بس يبي له شوية تعديلات. هذا حمام ضيوف. وهذه الخطوة أتت بعد خطوبته من فرح مراد الفاشينيستا اللبنانية، وبات ظاهرا عليه السعادة. وأكثر ما لفتنا هو جمال والدة فرح، فبحسب المنشورات يمكن أن نرى أن مهند سوف يكون سعيدا بهذه المرحلة، خصوصا أنه أخذ رضا حماته الجميلة. كما نشر مهند فيديو يظهر فيه أنه أتى إلى لبنان، فماذا ستكون الخطوة التالية؟ وتلقى الثنائي التهاني من كل من الممثل الإماراتي نور الدين يوسف معلقاً ألف مبروك، وأيضاً علقت زميلته في صباح الخير يا عرب دانا أبو اللبن قائلة: ألف مبروك مهند، أتمنى لك الأفضل.